حبيت نشوف يما ما خلاونيش نشوفها. بروبليم هذا هو دواء بروبليم اللي ما خلاونيش نشوفها. هي ما شفتهاش والله ما شفتها مسكينه. الحمد لله ربي. شفت ولاد خويا، شفت زوج خويا، شفت خويا، دخلت عليهم شفتهم نورمال. ايام بعد فوتنا الموت، بديت قاعد في الموت واحد الحاجه تاع كاجور ولا اللي ما تحوش من الدار، ما خرجش من الدار، ما لقيت اصحاب ما والو. بشويه بشويه هي بديت نحوس على ناس نعرفهم هكا، شغل ينصحوني اش ندير ولا كيف فوت حياتي. الحمد لله ربي لقيت ناس جبدوني معاهم، ولينا نروح للجامع الصلاة. هي بشويه بشويه الحمد لله ربي دروك جبتني نصلي نخدم الجامع. الحمد لله ربي وقتي ما نضيعاش، ما دروك المشاكل هذوك نقصوا عليا، راني الحمد لله ربي. ونطلب من ربي الله يجعل ربي يغفر لنا ويسمح لنا. انا بهذه الزيت هذه اللي زدت في شهر رمضان، لوكازيون تاعي شهر رمضان، وليت نبات قاعد نبات قاعد. دي فوا راني قاعد برا في القهوه نجمع مع جماعه اصحابي، شاي جماعه ما شاء الله. وليت تراجعت جمعوا تولي الوحده ولا نروح للدار ما نرقص، نجبد كتاب تاع القران راني قاعد نقرا. كي اذن الاذان الاول راني نجري للجامع. وليت الشغل نبغي نسابق ناس قدم عليا في الجامع، قدم عليا في الصلاه نسبقهم. دي فوا نصيب روحي انا الاول، هو الاول في الجامع. نصلي نقعد نصلي نقرا قران نذكر. انا خسرت مع والديا نربح مع ربي. بالك ربي سبحانه كاين صوالح درتهم انا ماشي مليح، يعاوني فيهم يسمح لي يغفر لي. هما انسان اي وليت نروح الجامع والحمد لله ربي. دروك الطريقه اللي به زيت الجامع وليت نقي في الجامع خدمه في وجه الله وكاع برداوتي. كاع الناس ولات تثق فيا والناس تبغيني والناس والحمد لله ربي. الله يجعل ربي كما يقول لك يدوم علينا نعم ما شاء الله. هذا مكان